السلام عليكم. مطبات سياسية تواجهها تونس في رحلتها نحو الاستقرار السياسي الناجز التي بدأت بعد الثورة. ظهر تلبد المناخ السياسي مع إعلان الباجي قائد السبسي رئيس تونس انتهاء التوافق مع شركائه في حركة النهضة بطلب من الأخيرة. ثم حصل انشقاق حاد داخل حركة نداء تونس التي يتزعمها السبسي نفسه والتي تحظى بالنصيب الأكبر في حكم البلاد، ما أفقد الحركة أغلبيتها النيابية، وذلك بعد إعلان المنشقين نيتهم تأسيس حزب جديد مطلع العام المقبل سيتمتع بثالث أقوى تكتل سياسي داخل المجلس النيابي. ثم اتهامات لحركة النهضة بارتباطها بالإرهاب وإصرار بعض الجهات الداخلية على وقوفها وراء قتل المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في عام 2013 بالرغم من النفي القاطع للحركة. ثم استقبال رئيس الجمهورية للجنة الدفاع عن المعارضين المغتالين، الأمر الذي أثار حفيظة حركة النهضة ودفعها إلى التلاسن مع مؤسسة الرئاسة، تلاسنا لم يفسد قضية للود الشخصي بين الجهتين بحسب تصريحهما. في خضم هذه التفاعلات بات أكبر الأسئلة المطروحة في سماء السياسة التونسية: إلى أين تسير البلاد؟ وما مصير السلم الأهلي في تونس الذي بقي استثناء في دول ما يعرف بالربيع العربي؟ تحت هذا العنوان تأتيكم هذه الحلقة من برنامج حديث العرب، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد. زلزال سياسي يزداد اقترابا في تونس مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المنتظرة في الثلث الأخير من عام 2019. فحركة النهضة التي تستحوذ حاليا على أكثرية مقاعد البرلمان باتت معرضة لتهديد وجودي بعد توجيه اتهام لها بالتورط في عمليتي اغتيال نفذتا في 2013 وأسفرتا عن مقتل القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. الاتهام وجهته الهيئة القانونية للدفاع عن بلعيد والبراهمي في سياق الإعلان عن اعتزامها رفع دعوى قضائية تطالب بحل حركة النهضة لامتلاكها جهازاً أمنياً سرياً تستهدف من خلاله خصومها السياسيين. ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، بل أكملت الهيئة تصعيدها ضد حركة النهضة عبر لقاء جمع وفداً منها مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حيث دعت الهيئة الرئيس إلى التدخل بوصفه رئيساً لمجلس الأمن القومي، لقاء عده بعض التونسيين استغلالاً للأجواء المتوترة أصلاً بين السبسي والنهضة، لا سيما بعد خلافهما الأخير بشأن تجديد الثقة في حكومة يوسف الشاهد. حركة النهضة من جانبها وفي بيان رسمي نفت وجود أي نشاط لها خارج إطار القانون المنظم للأحزاب، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة لها بنيت على أكاذيب وادعاءات لا صلة لها بالحقيقة، في حين اتهم قياديون فيها قيادات الجبهة الشعبية التي ينتمي إليها القياديان المغتالان بالمتاجرة في دمائهما بهدف الإطاحة بحركة النهضة بعد استحالة الإطاحة بها عبر صناديق الاقتراع. غير أن الرئيس التونسي بدا أكثر حدة حين أعلن رفضه بيان حركة النهضة متهما إياها بتوجيه تهديد له، ومؤكدا أن القضاء سيتولى التحقيق في حقيقة ملف الجهاز السري للحركة. تطورات متلاحقة يرى محللون أنها ستزيد حالة الاحتقان السياسي مع ازدياد السخط الشعبي إزاء تدهور المعيشة في البلاد، كما ستدفع نحو واقع سياسي أكثر فوضوية خلال الأشهر القادمة، بما يهدد ربما مستقبل العملية السياسية في تونس. أرحب بضيوف الحلقة. معي في الاستوديو زياد بومخلة المحلل السياسي، وعبر سكايب من لندن فتحي المسعودي أيضا المحلل السياسي على أن ينضم إلينا من لندن عبر الهاتف عادل الحامدي الكاتب والإعلامي. أهلا بالجمع الكريم. نبدأ في الاستوديو. تفاعلات سياسية متسارعة ومتزايدة في المشهد الداخلي في تونس، آخرها قضية ما قيل إنه استعمال لصلاحيات رئاسة الجمهورية، رئيس الدولة أصدر عفوا عن برهان بسيس. وبرهان بسيس هو يعني أولا هو عضو في نداء تونس الذي يتزعمه السبسي نفسه، ثم متهم بقضايا فساد مالي ومحكوم لعامين
مع غرامة مالية تصل إلى 200 ألف دينار تونسي. الرجل أيضا معروف على نطاق واسع في تونس على أنه أحد أكبر ملمعي نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. كيف تفهم هذا العفو الذي أصدره الرئيس مستعملا صلاحيته؟ ماذا يمكن أن يقال عن المبررات الأخلاقية والسياسية لهذا القرار؟ اسمح لي في البداية أن أدخل من مدخل عام أصف فيه الحالة السياسية التونسية، ثم سأجيبك على التفصيل الذي يتعلق ببرهان المسيس وسلوك رئيس الجمهورية في الفترة الأخيرة. في تونس نحن إزاء تشكل المشهد السياسي بعد حقبة من الفساد والاستبداد، جاءت الثورة لتشكل مشهد سياسي جديد لتصنع حالة سياسية جديدة، وأتوقع أنه الحالة السياسية في تونس في طورها للنضج السياسي. صحيح أنه إحنا في تونس تقريبا أنفقنا 8 سنوات من الثورة إلى الآن في مسار يعني كانت فيه الكثير من المخاضات، ولكن أحسب أنه كل هذه المحطات كانت مهمة لمزيد تنضجيش الحالة السياسية. نحن نتحدث على 3 انتخابات حرة وديمقراطية تمت في تونس 2011-2014، والسنة الحالية تمت فيها انتخابات كذلك بلدية مهمة وخطوة جديدة نحو تعزيز المسار الديمقراطي في تونس، لكن هذا لا يلغي أن هناك مثلبة مهمة جدا في الواقع السياسي التونسي، وهو ضعف المنظومات الحزبية عموما، وباستثناء حركة النهضة التي تعتبر تقريبا المكون السياسي الأكثر تنظما والأكثر قوة. بقية الأحزاب لم تستطع أن تصنع إلى حد الآن التوازن. ماذا تعني بالأكثر قوة؟ يعني الأكثر قوة بمعنى الأكثر انتشارا، الأكثر تنظما. هي ليست الأولى، هي كانت الثانية. صحيح، هي الثانية، كانت الثانية في انتخابات سأتي، هي الثانية في انتخابات 2014، ولكن فعليا الآن هي القوة السياسية الأولى. يدلل على هذا جملة من المؤشرات. المؤشر الأول هو فوزها في الانتخابات البلدية الأخيرة التي جاءت عقب انتخابات 2014 بعد تراجع الحزب الأول حزب نداء تونس الذي فاز فعلا في انتخابات 2014، ولكن لم يستطع المحافظة على هذه الأسبقية، وانقسم هذا الحزب على عدة طيب توزع على عدة أطراف وتناسل منه الكثير من الأحزاب السياسية. كذلك فقد بين قوسين قيادته للبرلمان التونسي من خلال تراجع كتلته النيابية. ماذا عن قرار رئيس الجمهورية؟ بالنسبة لقرار رئيس الجمهورية، هو قرار يأتي في إطار للأسف انزاحت فيه مؤسسة رئاسة الجمهورية عن دورها الوطني الجامع نحو دور أن تكون جزءا من المشكلة لا جزءا من الحل في الفترة الأخيرة للأسف. الباجي قائد السبسي يحس أنه بين قوسين في موقع ضعف، وأنه خسر الكثير من أدوات الضغط التي كان يستعملها، لأنه كانت عنده إرادة كبيرة جدا على أنه يتم تغيير النظام السياسي في تونس إلى نظام رئاسي، باعتبار أنه عبر في أكثر من موقع عن عدم رضاه عن طبيعة النظام السياسي الذي يحكم تونس باعتباره برلماني معدل. هيئة الدفاع طبعا هو بعدما بين قوسين انفض التوافق العميق الذي كان يربط حركة النهضة بحركة نداء تونس، وخاصة ما يربط رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي برئيس الجمهورية. طبعا رئيس الجمهورية كأنه اعتبر هذا وقال هذا بشكل واضح في أكثر من وسيلة إعلام تونسية، وحركة النهضة هي التي تخلت عن هذا التوافق، وهو كأنه يعني يعبر عن رفضه لهذا السلوك من حركة النهضة، ويترجم هذا من خلال سلوكات متعددة آخرها طبعا موضوع الصراح في علاقة بالناشط برهان بسيس الذي كان محكوما من خلال حكم قضائي واضح، وقبل هذا خاصة الأخطر هو استقبال هيئة الدفاع عن الشاهدين، وخاصة استعمال منبر رئاسة الجمهورية لإعلان يعني موقف من حزب سياسي معين. لو أذنت لي نؤخر يعني موضوع هيئة الدفاع، وأنا سألتك هنا ربما عرضا يعني في هذا، لكن أريد أن نركز على قضية عندما يصدر رئيس الدولة عن عضو في حزبه متهم بفساد مالي وينظر له في الشارع التونسي نظرة سلبية، هذا الرجل الذي أعفي عنه، يعني سياسيا كيف يمكن قراءة هذه الخطوة والله في المشهد السياسي التونسي؟ هو السلوك صحيح أنه لرئيس الجمهورية الحق الدستوري في أن القيام بمثل هذه الإجراءات، ولكن هو الحقيقة يمس بين قوسين معنويا وفي العمق سلامة هذه المؤسسة. هذه المؤسسة انخرطت اليوم في بين قوسين انحراف عن الدستور، وهذا كان في محاولات سابقة من خلال كما قلت النظام السياسي، وكذلك في موضوع حتى إزاحة رئيس الحكومة أو الرغب في إزاحة رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد. ولا شك أن هذا السلوك يعطي الانطباع أنه هناك رغبة عند بعض الأطراف في تعكير صفو الحياة السياسية في تونس، وهذا يعيد للأذهان بعض المشاهد التي خلنا أنه تجاوزناها في الحياة السياسية في تونس، أنه دخلنا مرحلة الديمقراطية بلا عودة. هذا مؤشر الحقيقة سلبي، مؤشر يعطي الانطباع أنه هناك بعض الأطراف ما زالت غير مؤمنة بالديمقراطية إيمان كامل في تونس، هناك بعض الأطراف
الطرف ما يعني اضطرت أن تلتزم بالخيار الديمقراطي باعتبار أنه الثورة فرضت هذا والتيارات الشعبية المختلفة فرضت هذا، ولكنها كلما وجدت فرصة أو فراغ يمكن أن تنحرف به عن هذا المسار يعني يمكن أن تفعل هذا. وهذا يأتي كذلك في إطار التنافس السياسي ورغبة كما قلت رئيس الجمهورية في رد الاعتبار لذاته ولحزبه، باعتبار أنه كأنه يعتبر نفسه تعرض إلى شيء من الإهانة من طرف حركة النهضة ومن طرف يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالي بعدما رفض التخلي عن رئاسة الحكومة بعدما طلب منه الباجي قيد السبسي ذلك. طيب دعني أسمع رأي فتحي المسعودي في لندن. يعني عندما يقوم رئيس الجمهورية بالعفو عن مدان بتهم فساد مالي وبأنه يلمع صورة النظام السابق الذي يقول عنه كل التونسيين بأنه نظام ديكتاتوري، ثم بعد ذلك يعني يستقبل هيئة الدفاع عن قتيلين يساريين متهمة النهضة بقتلهما الآن وإن كان على نطاق ضيق، يعني هذه الخطوات ما الرسائل التي تصل من ورائها إلى الشارع التونسي برأيك فتحي؟ تحياتي يا أخي جهاد لك ولضيوفك الكرام ولمشاهديكم. وفي الحقيقة هذا يدلل على أنه سنوات العسل التي كانت بين الباجي و الغنوشي وبالتالي بين نداء تونس وحركة النهضة قد انتهت، وهذا يعني ما هو الباجي قائد السبسي في آخر لقاء تلفزيوني لو عندما قال خلاص الطلاق حصل الآن ولا رجعة فيه. فبالتالي لحظة فتحي حتى لا نصل إلى استنتاجات سريعة أو قد يقول بعضهم متسرعة، يعني هم صحيح أنه وقع الانفصال في الشراكة السياسية بين الجهتين السبسي والنهضة، لكن الرجلين يعني الغنوشي والسبسي حرصا على الاحتفاظ بعلاقات ودية بينهما وبسيرورة العملية السياسية. كيف يمكن الاستنتاج بهذه السرعة على أن الطلاق وقع بين الفريقين؟ هذا لا أقوله أنا، هذا قاله القائد السبسي وتقوله حركة النهضة. الآن نداء تونس لم يعد الحليف المشارك في الحكم لحركة النهضة، أصبح الشاهد ومجموعته انشقت من عديد من الأحزاب بما فيها نداء تونس هي المشاركة في الحكم. يعني باجي قائد السبسي ليس له وزراء يشاركون في هذا في هذه الحكومة ويشاركون حركة النهضة، هذا ليس كلامي إنما هو هذا الواقع الذي يحصل الآن. والنقاش قانون الميزانية دلالة كبيرة جدا على ذلك، أنه الآن أصبح نداء تونس في المعارضة، أصبح حزب معارض وليس حزب حكم، بينما النهضة والائتلاف الوطني الذي شكله يوسف الشاهد هما اللذان أصبحا الشريكين الكبيرين في الحكم. فبالتالي هذا الذي يحصل الآن أو ما بعد الانقطاع بين الرجلين يدخل في إطار طبعا ما سيفعله الباجي قائد السبسي. وهذا الرجل داهية، هذا الرجل عنده حوالي 70 سنة يعني في السياسة وفي الحكم في تونس، يعني مسك العديد من الوزارات من وزارة الداخلية إلى الدفاع إلى الخارجية إلى رئيس مجلس النواب إلى رئيس حكومة إلى رئيس دولة. فهذا الرجل داهية، يعني هو الآن ينتقم، أنا أقول ينتقم من حركة النهضة، وأعتقد أنه الأيام القادمة مظاهر هذا الانتقام برأيك فتحي، مظاهر هذا الانتقام كيف؟ أنت تقول أنه ينتقم من النهضة، مظاهر هذا الانتقام التي تجلت لك؟ مظاهر هذا الانتقام هو أنه أولا يعني وجد أنه حركة النهضة يعني فجأة حركة يعني أرادت أن تنقلب عليه، فجأة ينادي لفريق الدفاع. على فكرة فريق الدفاع هذا لم يطلب مقابلة رئيس الجمهورية، إنما رئيس الجمهورية هو الذي ناداه، هو الذي طلب مقابلتهم. فجأة وجد أن حركة النهضة عندها جناح خاص وجناح سري وتسعى للانقلاب عليه ولقتله. يعني هذه الأمور كلها تدلل دلالة قوية وكبيرة على أنه الباجي قائد السبسي مغتاظ وغاضب غضب شديد جدا من هذه الحركة التي رآها أنه عنده يعني فضل كبير على هذه الحركة من خلال 4 سنوات. هو الذي حماها وهو الذي جعلها تكون يعني رقم كبير، رقم يعني رقم مهم في الساحة السياسية في تونس. ولولا الباجي قائد السبسي لربما كانت حركة النهضة
ربما في وضع آخر غير مريح، وإنما التحالف الذي وقع معه هو الذي أعطى لحركة النهضة نوع من الأريحية ونوع من الراحة في التعامل وفي الوجود السياسي في الساحة السياسية، ولكن هذا انتهى الآن وبدأت مرحلة جديدة، ونحن الآن بدأنا نقترب رويدا رويدا من انتخابات 2019، جميل. والتي ستكون هذه المرة على عكس المرات الماضية، المرات أو انتخابات طيب 2014، انتخابات 2019 الآن بدأت، والباجي قائد السبسي بدأ يعني يرمي أوراقه، وآخرها خروج البرهان بسيس من السجن، هذا يدلل على أنه يرمم يعني أوراقه ويجمع قواته ويجمع حزبه اللي هو نداء تونس من أجل الدخول بقوة في انتخابات 2019. طيب والعنوان الرئيسي والعنوان وضحت الكبير هو أن حركة النهضة ما زالت لم تتونس، يعني نحن عندنا كلمة نقولها في تونس نقول لك تتونس، يعني تتونس يعني تصبح تونسية. الآن يريد أن يثبت أن هذه الحركة هي حركة لها وجهان، لها طيب ازدواجية ملف خطاب، هي الحركة حركة فتحي، ملف الحركة والتفصيل فيه ربما نبحثه بشيء من التفصيل بعد الفاصل، لكن الآن أريد أن أسأل عادل الحامدي وهو أيضا معنا من لندن عبر الهاتف. يعني الأمور تبدو متناقضة أمام في المشهد أمام الكاميرات، يعني الرجلان الغنوشي والسبسي يصران ويحافظان على خطاب متوازن في العلاقة الشخصية بينهما، يقولان نحن نحتفظ بعلاقة ودية فيما بيننا، هذا ينشر على لسانيهما في عبر الشاشات والصحف، لكن على الأرض هناك كرة الثلج تتدحرج. يعني آخر هذه الخلافات الحقيقية وقعت عندما استقبل السبسي فريق أو لجنة الدفاع عن القتيلين بلعيد والبراهمي، هنا اتهمت النهضة الرئيس، وبالمقابل رد الرئيس السبسي على النهضة بأن هذه الاتهامات مرفوضة. ما الذي دفع الأمور إلى هذا المستوى من الخشونة السياسية بين الجهتين برأيك؟ أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا. الصراع الذي يجري بين الرئيس السبسي وحركة النهضة بقيادة الشيخ رئيس غنوجي من جهة أخرى هو صراع تتيحه المنظومة الديمقراطية والانتقال الديمقراطي في تونس. نحن نعيش مرحلة بناء الديمقراطية، بناء جديد، هناك ساحة سياسية جديدة، مشهد سياسي جديد، لكن هناك أيضا مشكلة أخرى وهي مشكلة حزب نداء تونس، أكبر الأحزاب السياسية. هذه التصريحات طيب وهذه المواقف عادل عبر عادل معذرة، نقطة مهمة، يعني تصريحات ومواقف عادل نقطة مهمة أشرت إليها، حقيقة تسمعني؟ تعبر حقيقة عن طبيعة المشكلة التي يعيشها حزب نداء تونس الذي تشظى وتلاشى تقريبا بشكل كامل. الآن نتحدث عن بقايا حزب نداء عادل؟ يعني أنت أشرت إلى أن هذا الخلاف بين التنافس بين الجهات توفره المساحة الديمقراطية التي تنعم بها تونس، لكن نحن نعرف أن الديمقراطية هي تتيح مجالا للتنافس على تقديم الخطط والاستراتيجيات الكبرى للنهضة بالبلاد وتقديم رؤى سياسية بعيدة واستراتيجية في علاقاتها مع الدول الأخرى، لا في نكايات داخلية استقبال هذا والخلاف بشأن هذه القضية الصغيرة أو الأخرى والنكايات السياسية الداخلية. هل ما زلت ترى أن هذه في سياق العملية الديمقراطية أم نكايات قد تودي بالبلد إلى ما لا تحمد عقباه؟ الحديث أو المبالغة بأن قد يودي بالبلاد إلى ما لا يحمد عقباه، هذا فيه نوع من المبالغة، وهنالك بعض من الأماني والأحلام التي تسعى لها بعض الأطراف، وأنا هنا أشير إلى ما كنت تشير إليه، أي إلى الرسائل التي يمكن أن تقرأ من خلال استقبال الرئيس الباجي قائد السبسي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، او خلال الرسائل التي ارسلها الباجي قائد السبسي الى كل من الرياض وابو ظبي، او من خلال الزياره التي قام بها اليوم رئيس الحكومه رئيس الشاهد ايضا بدوره الى العاصمه السعوديه الرياض. هذه الرهان على الاحلاف الخارجيه اعتقد بانه رهان خاسر. التجربه التونسيه على الارض قطعت صوتا مهما في ترسيخ العمل الديمقراطي، اعتقد بان اعاده عقارب الساعه للوراء فيها نوعا ما من الصعوبه، واعتقد بان الاحزاب السياسيه الكبرى وعلى راسها حركه النهضه التي تعتبر الان هي الحركه الاولى في مستوى البرلمان، يعني لديها من الكفاءات والامكانيات وحتى من الدهاء السياسي ما طيب يمكنها من تجاوز اي محاوله للانقلاب عليها، وبالتالي
الحديث عن الانقلاب تكون من طيب معذرة يعني الصوت فيه مشكلة يعني ربما تصلح، لكن الآن يقول لك عادل من لندن أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، لكن الواقع على الأرض تشي بتوتر متصاعد بين الجهتين. لا أتحدث عن تونس وإنما أتحدث عن مستقبل العلاقة بين حركة النهضة ونداء تونس أو بين الغنوشي والسبسي، يعني إلى أين ستتطور هذه العلاقة برأيك في الأيام المنظورة؟ أتوقع أنه الباجي قائد السبسي هو في نهاية مساره السياسي، ولا أتوقع أنه حتى إن فكر في دخول غمار الانتخابات الرئاسية القادمة أنه سيحظى بقبول لدى التونسيين. هذا تؤكده مجمل صبر الآراء الموجودة على مستوى الساحة التونسية، هذا بداية. ولكن هو في تقديره يريد أن يؤمن أكبر ما يمكن تأمينه لحزبه في الفترة القادمة. لا أظن أنه العملية الديمقراطية في تونس ستنحرف بالكامل، وإنما هي بين قوسين محاولات لتحسين شروط التفاوض في جملة من القضايا عناوينها مختلفة في الفترة الأخيرة. التفاوض حول ماذا؟ التفاوض حول جملة من التوازنات التي ستحكم البلاد في انتخابات 2019. أظن أنه كل الأطراف بدأت تتهيئ لانتخابات 2019 وتريد أن تكسب النقاط من هنا إلى الانتخابات في أكتوبر تشرين الأول القادم، ومحاولة خاصة إضعاف حركة النهضة باعتبار كأنه هناك المشهد يوحي أنه حركة النهضة التي فازت في انتخابات البلدية الأخيرة في شهر مايو الأخير تستعد لفوز كبير جدا في الانتخابات التشريعية والبرلمانية القادمة في تشرين الأول 2019. ولذلك هناك محاولة جدية ممكن لعرقلة هذا التمشي. هذا من جانب. الجانب الثاني لا شك أنه هناك لا شك مخاطر على الديمقراطية في تونس. هذا السلوك الحقيقة سلوك مقلق، سلوك مزعج، سلوك، ولذلك في تقديري الفرز في تونس يذهب شيئا في شيئا نحو الفرز من مع الديمقراطية ومن هو ضد الديمقراطية. إذا أذنت لي أن نؤجل الحديث عن ذلك إلى المحور الأخير والثالث الذي خصصنا له محورا كاملا، لكن الآن ربما حان الوقت الحديث عن إذا ما كانت حركة النهضة تستهدف ب تحريض من خارج تونس، ولكن بعد العودة من الفاصل. وصلنا إلى الفاصل، نتابع الحديث بعد قليل. أسعدكم الله، هذه عودة إلى استئناف الحديث عن مسار العملية الديمقراطية في تونس في ضوء التفاعلات السياسية التي يشهدها هذا البلد. أذهب إلى لندن مع فتحي المسعودي. كما تلاحظ فتحي، يعني دعوة قضائية تصر عليها هيئة الدفاع عن القياديين اليساريين المغتالين البلعيد والبرامي، يعني تصر على ربط حركة النهضة بالإرهاب، وتقول إن لدينا وثائق وأدلة وقرائن تثبت تورط النهضة من دون أن تسمي هذه الوثائق طبعا بعمليات الاغتيال التي طالت القياديين اليساريين. لماذا هذا الإصرار على اتهام النهضة، وما طبيعة هذه القرائن والوثائق برأيك؟ هو أولا فيه أكثر من فريق يدافع في قضية يعني شكري بالعيد والبراهمي. في الحقيقة هو ما زال الخلاف عميق في تونس، ما زال الخلاف ايديولوجي بين اليسار في تونس وبين حركة النهضة بالذات، التي اليسار ما زال يعتبر هذه الحركة حركة رجعية، حركة دينية عقائدية، وما زال اليسار في تونس يرى أن هذه الحركة خطر على المجتمع في تونس، وأنها تريد تغير يعني طريقة الحياة التونسيين. فبالتالي هذه تدخل في من جملة هذه الهجمات المتكررة على هذه الحركة. وللأسف أن هذه الحركة
يعني احيانا كثيره تعطي العديد من الاشارات التي تدلل على انها يعني مره تتقدم قليلا للامام ثم تتاخر وتطلع اصوات لتواجه قضايا ربما يعني الجميع في تونس اتفق حولها، ولكن هذه الحركه قد حتى في موضوع الجناح السري وقضيه المجموعات الامنيه التي كانت يعني لها ارتباط كبير جدا بهذه الحركة، في الحقيقة هذه الحركة لم يعني تسلك الطريق الصحيح نحو إنهاء مثل هذه القضايا، ما زالت تنكر وتنكر، والأدلة كثيرة جدا على أن هذه الحركة كان لها جناح سري وكان جناح أمني، وهذه الحركة ارتكبت أخطاء في الماضي، ويجب على هذه الحركة أن تنفتح أكثر، لا أن يعني يطلع علينا قياداتها في كل مرة وينكرون مثل هذه الأعمال التي قامت بها في الماضي، أعمال عنف يعني فيه تفجيرات وقعت وفيه يعني أعمال عنف حصل، الحارق إلى غير ذلك والحرق إلى غير ذلك، ربما بعضها أخطاء من بعض أبناء النهضة ولكنها النهضة مسؤولة عن على ذلك، فيجب عليها أن تخرج وتنهي هذه المشكلة أفضل من أنها تنكر ثم تنكر ثم يأتي الآخرون في كل مرة يبحثون ويقلبون في أوراق القضايا القديمة والحديثة عن أي شيء يلصقونها بهذه الحركة. طيب. ما قالته هذه يعني لجنة الدفاع عن شكري، ويعني هي أنا أعتقد أن الأوراق الوثائق وثائق حقيقية موجودة، هذه الحقائق الوثائق في وزارة الداخلية وأخذها المدعي العام في تونس وبحثها، والآن هي فتحت القضية من جديد، وأعتقد أنه يعني قضية مصطفى خضر، هذا مصطفى خضر الذي يقال أنه رئيس الجناح الخاص، لم حقيقة لم تعرض على القضاء بشكل جدي وبشكل كامل حتى ننهي هذه المشاكل، ما زالت هذه القضايا يعني ترن في نقاط مهمة أشرت إليها فتحي حقيقة، وليست فقط هيئة الدفاع عن القتيلين اليساريين هي التي تتهم النهضة، وإنما وهذا السؤال أحيله لعادل الحامدي، هناك إعلامي شخصية تونسية معروفة وصاحب قناة فضائية مشهورة في تونس اتهم حركة النهضة بضمها لقيادات إرهابية هكذا قال، يعني هل هناك استهداف ممنهج لحركة النهضة على خلفية أيديولوجية، على خلفية أيديولوجيتها الإسلامية، أم هناك إحساس من قبل النخب السياسية في تونس على أن هذه الحركة خطيرة بالفعل ولديها ارتباطات بما يسمى الإرهاب؟ لا، تهمة الإرهاب هذه تهمة سياسية إعلامية يتم استخدامها فقط في بداية حملة انتخابية مبكرة نوعا ما، نحن في عام انتخابي هذا العام عام 2019، و اتهام النهضة بالإرهاب هو يدخل في هذا السياق، أي السياق الانتخابي. إلى حد الآن ما زالت الاتهامات هي في محل الإعلام ووسائل الإعلام ليس إلا، والنهضة أعلنت بأنها هذه الاتهامات هي اتهامات لا معنى لها وأنها لا تعيرها أي اهتمام، وأن كل من لديه وثائق. لكن فتحي قبل قليل قال لك بأن النهضة لديها أخطاء كبيرة ووقعت وفجرت وقتلت اغتالت، وهذه من ضمن أخطائها الكبيرة. لا، أنت عندما تقول هذا الكلام كما لو أن النهضة حقيقة فجرت واغتالت، وهذا الكلام ليس دقيقا، ليس صحيحا. لو أن النهضة كما قلت اغتالت وفجرت وعملت، ما كان للنهضة أن تحصل على الترخيص القانوني ولا أن تنافس على الانتخابات ولا أن تحصل هي على المرتبة الأولى الآن في البرلمان، وهي الكتلة الأولى. النهضة حزب سياسي حكم البلاد بعد الانتخابات التي تأسيسه ضمن تحالف سمي بالترويكا وضمن تحالف مع أحزاب يسارية وعلمانية وقومية ووطنية، وأعتقد بأن الصراع الحاصل الآن أو النقاش الذي يدور هذه الأيام هو نقاش سياسي وإعلامي أكثر منه نقاش قانوني. حتى الاتهامات التي واجهتها لجنة الدفاع عن القتيلين شكري بن عيد ومحمد إبراهيم هي اتهامات سياسية، بل وحتى اتهامات أو ما قاله الرئيس الباجي خالد سبكي عن الملف الذي تسلمه بهذا الخصوص يحمل في طياته ايضا نوع من الشعور كما قلت لك بالجرح الذي تعرض له من حركه النهضه نتيجه تخليها عنه وانحيازه لصالح يوسف الشاهد. انا اعتقد بان المبالغه كثيرا في استهداف حركه النهضه وتصوير اليوم كما لو اننا على اعتاب انقلاب عسكري او انقلاب سياسي جديد شبيه بالانقلاب الذي حصل في مصر فيه كثير من المبالغة والتخويف والتهويج. نعم. وقيادات حركة النهضة الآن يتعاملون
الداخل مع الاحزاب السياسيه ووزرائهم موجودون في الحكومه، بل وحتى زعيمهم يحاضر في ارقى العواصم الغربيه سواء تعلق الامر بروما او باريس او لندن او غيرها. وبالتالي اعتقد بان النقاش واستزال الدار يجب ان يوضع في اطاره الذي قلته لك في البدايه، وهو الاطار الذي يسمح به الانتقال الديمقراطي والذي يمهد او يساعد في ترسيخ قيم ديمقراطيه حقيقيه تراعي هذه الخصوصيات وهذه الاختلافات. بل وضحت الفكرة سيد عادل. يعني دعني أسأل هنا معي في الاستوديو زياد، يعني هناك استقطاب شديد بدأ يتشكل في تونس، وهذا الاستقطاب للأمانة حاول السياسيون أو النخبة السياسية في تونس وتحديدا يعني مع حماد جبالي رئيس وزراء التونسي المنتمي إلى النهضة الأسبق الحيلولة دون تشكل هذا الاستقطاب، لكن الواقع الآن الاستقطاب نراه يوما بعد آخر يتشكل في تونس، وللأسف استقطاب ربما يكون أيديولوجيا. هل من بصمة إقليمية وراء هذا التشنج السياسي الحاصل في تونس الآن؟ طبعا لا شك أن تونس، علما أن ديفيد هيرست الكاتب البريطاني المشهور اليوم له مقالة في الميدل إيست آي يقول أن هناك محاولات للانقلاب على النظام السياسي في تونس وراءه دول عربية دون أن نحدد. نعم، لا شك أن تونس محل اهتمام بعض القوى الإقليمية والدولية. لا يمكن اعتبار تونس التي فجرت هذه الثورة العظيمة في المنطقة العربية أنها ليست محل اهتمام ومحل متابعة، ولا شك أن هناك مجموعة من الفاعلين الإقليميين الذين يريدون لهم من دور في تونس، ولا شك أن بعضهم غير راضي على مسار الذي ذهبت فيه تونس باعتبار أنه عدوى الديمقراطية، عدوى مقلقة لبعض الأنظمة الرسمية العربية، عدوى تضج مضاجع هؤلاء وتعتبر يعني بالفعل خطر استراتيجي على توازن المنطقة العربية حسب تقديرهم. ولذلك تونس تتعرض باستمرار إلى محاولات إفشال هذا المسار، تعرضت إلى محاولات حقيقية، وحتى بالمناسبة ونحن نتحدث عن عملية اغتيال يعني البراهمي وبالعيد، لا شك أنه هذه كذلك القضية وراها من بين وراها في تقديري أيادي يعني خارجية أرادت أنها تقوض الأمن العام في البلاد وأرادت أن تستثمر في دم بالعيد والبراهمي من أجل تشكيل دول عربية تقصد؟ ممكن دول عربية ممكن حتى غير دول عربية. يعني أنت يعني تعرف جهات، يعني لديك قراءة محددة أو معلومات؟ هذا تحليل وليس لدي معلومات، المعلومات عند الأجهزة الخاصة الأجهزة الأمنية، ولكن القارئ للمسار الذي عرفته تونس يعلم جيدا أنه تونس تعرضت لأكثر من مرة إلى محاولات لإرباك مسارها الديمقراطي، مثل ما حدث هذا في أكثر من عاصمة عربية عرفت مثل ما عرفت تونس، ليبيا، مصر، اليمن. يعني القضية لا تحتاج بداهة، لا تحتاج الكثير من الذكاء حتى نعرف أن هناك بالفعل قلق واسع عند بعض العواصم العربية مما يحدث في تونس وتطور المسار الديمقراطي في تونس، وهناك رغبة في إفشال وعرقلة هذا المسار، هذا من جانب. ولكن لا شك كذلك المعادلات الداخلية أحيانا لا تساعد بشكل كافي على تقدم المسار. ذكرت في بداية كلامي أن المنظومات الحزبية التي تشكلت ليست من القوة، ومن وخاصة أنت ذكرت موضوع مهم أستاذ جهاد، أنه أغلب الأحزاب السياسية مع بعض الاستثناءات القليلة لا تمتلك إلى حد اليوم مشروع وطني متكامل الأبعاد يمكن أن ينهض بالبلاد في أبعاده الشاملة. ولذلك هذه نقطة، ولذلك أغلب الأحزاب تقدم برامج انتخابية، هي تقدم برامج انتخابية أقرب منها إلى يعني رؤى استراتيجية، وهذا موطن خلل حقيقي. طبعا هذا لم يساعد عليه جملة من الظروف التي وقعت في البلاد، ولكن هذا موقع خلل وموقع نقيصة مهمة جدا في الحياة السياسية التونسية. التوازن كذلك في تونس لم يتشكل إلى حد الآن، لم تنضج الحالة السياسية بشكل كافي. خلنا أنه في 2014 أفرزت الانتخابات قوتين أساسيتين في البلاد، حركة النهضة وحركة نداء تونس اللي هي جزء كبير منها من العائلة الدستورية القديمة، النظام القديم. وتوقعنا بعض المحللين توقع أنه هذا هو التحالف وبين قوسين التشارك الذي يمكن أن يحكم البلاد لفترة طويلة، ولكن هذا التحالف سرعان ما تعرض إلى كثير من الارتدادات. سببه الأساسي طبعا طريقة إدارة حزب نداء تونس التي أدت إلى هذا المسار الذي وصل إليه الحزب اليوم. ولذلك البلاد ما زالت تحتاج إلى تشكل ممكن قوة أخرى إلى جانب حركة النهضة تصنع التوازن في الحياة السياسية على شكل كل الديمقراطيات في العالم المستقر التي تحكمها قوتين، الجمهوري الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية، المحافظين العمال في بريطانيا، على هذه الشكل. نقطة مهمة أشرت إليها قبل أن أذهب إلى لندن مع فتحي، برأيك ما يحصل بين النهضة ونداء تونس أو منظمة الرئاسة، مؤسسة الرئاسة وبعض الجهات الإعلامية وهيئة الدفاع، هل هو استهداف ممنهج للحركة أم هو ضمن المناخ الديمقراطي والخلافات السياسية التي يمكن أن تقع؟
في محيط رئيس الجمهورية هناك من في تقديري يريد استهداف ممنهج لحركة النهضة، وهناك ما زال بعض الأطراف في تونس يرغب أن يرى المشهد يتكرر مثل مشهد رابع في تونس لقطف الأصوات الانتخابية، ولكن تحطيم النهضة في هناك من يريد تحطيم النهضة، هناك من يعبر بشكل واضح عن هذا، وحتى في كلام مع المحللين ضيوفنا يعني كان هناك كلام واضح، لا هناك ما زالت بعض الأطراف لا تؤمن بالديمقراطية ولا تريد لهذا المسار، وخاصة أنها بعدما جربت الخيار الديمقراطي وعرفت أنه يعني لم تصل عبر الصندوق، ولذلك هذا موقف، ولكن هذا لا يعني أنه كل المنتظم السياسي الحقيقة يؤمن بهذا، لا هناك من داخل مؤسسات الدولة من هو منخرط انخراط كامل في هذا المسار الديمقراطي، وهناك جملة من أجهزة الدولة مقتنعة تماما بضرورة أن تمضي تونس قدما في تعميق هذا المسار وإنجاحه، ولذلك يعني هناك توازن في هذه المرحلة في تقدير ما زال الغلبة فيه للخيار الديمقراطي وللقوى الديمقراطية، ولا شك أن هذه صعوبات ستتجاوزها الحالة التونسية بفعل النضج الذي وصلت إليه. لكن الحقيقة العين الآن على النهضة، وهنا أريد أن أسأل فتحي في لندن، يعني أنت قلت قبل قليل بأن على النهضة أن تخرج وتعترف وتقر بأخطائها وتحاول أن تحسن وضعها السياسي في الداخل في ضوء ما يقال عن استهداف ممنهج لحركة النهضة في تونس، وفي ضوء ما ذكرته بأنها يجب أن تخرج وتعترف بأخطائها وتغير مسارها وسلوكها في الداخل التونسي، برأيك ماذا عسى حركة النهضة فاعلة في الأيام المقبلة إزاء هذا الاستهداف الممنهج؟ وهنا أنا أقتبس طبعا. لا، هو أصلا وجود الباجي قائد السبسي ووجود نداء تونس جاء لدحر حركة النهضة، هو لم يأتي من أجل الفعل السياسي، أصلا نداء تونس حزب تجميعي جمع كثير من الروافد السياسية في تونس، وكان الهدف الرئيسي هو هزم حركة النهضة في الانتخابات 2014، ولكن الانتخابات جاءت بعكس ما كانوا ينتظرونه، بل أنا أقول وهذه معلومة أيضا سمعتها من مقربين من حركة النهضة، يقولون أنه السفير الأمريكي في تونس السفير السابق كان قد دعا قبيل الانتخابات 2014 قيادات من نداء تونس يعني باجي قائد السبسي ومعه محسن مرزوق ومن حركة النهضة راشد الغنوشي ومع علي العريض، وقال لهم قال لهم جميعا لا، تونس يجب أن تحكم بكم جميعا أو بكما بحزبيكما، وهذا ليس رأيي الخاص إنما رأي الإدارة الأمريكية، إذا كانت فيه ضغوطات. كيف يمكن أن يكون أداء حركة النهضة في المرحلة المقبلة إذا ما تفضلت به؟ هذا الأداء لحركة النهضة أعتقد أنها تلعب يعني بشكل جيد الآن، وحركة النهضة يعني حركة منتشرة في كل البلاد في القرى والأرياف والمدن، والعديد من يعارضها ومن يخالفها لا يستطيع أن يقوم بمثل هذه الأعمال حقيقة، وأعتقد أنها أيضا الفوز ستفوز إن جرت الأمور بشكل طبيعي، حركة النهضة ستفوز، ولكن ستفوز ولكن السؤال الكبير المطروح هل سيذهب الشعب التونسي للانتخابات أم لا؟ نحن رأينا في الانتخابات البلدية أنه من 8.5 مليون مواطن تونسي يحق له الانتخاب، الذين ذهبوا للانتخابات 1,700,000 فقط، والذين انتخبوا حركة النهضة حوالي 500,000، إذن حركة النهضة انتخبها 500,000 انتخابات بلدية من أصل 8.5 مليون، هل ستستطيع النهضة أن تدفع العديد أو الكثير من التونسيين للذهاب للانتخابات بتحركها ونشاطها أم لا؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن ننتظر الجواب عليه. والسؤال الأكثر ربما يكون متعلق بمستقبل تونس، مسار ديمقراطي تحفه المكاره السياسية والأمنية. هذا فاصل أخير نأتيكم بعده تتمة هذه الحلقة. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. أستاذ عادل، اليوم
تونس تشهد تشظيا للكتل السياسية، يعني شهدنا انفراط عقد العلاقة بين حركة نداء تونس وحركة النهضة، ثم انشقاق داخلي أفقي وعمودي من قبل داخل حركة النهضة. هذا التشظي والانشقاقات هل هو في مصلحة الاستقرار التونسي أم خلاف ذلك؟ طبعا الانشقاق ليس في مصلحة الاستقرار، ولا هو في مصلحة التقدم الديمقراطي، ولا هو في مصلحة ترسيخ المشهد الديمقراطي بشكل دقيق. لكن ما ذنب الشعب التونسي، وما ذنب حركات سياسية مثل حزب النهضة مثلا، أو حزب سياسي مثل حزب النهضة في انشقاق حركة نداء تونس؟ أعتقد بأن هذا جزء أيضا من مشاهد الانتقال الديمقراطي، وجزء من تشكل المسؤول السياسي عقب ثورة غير مسبوقة في التاريخ السياسي التونسي والعربي الحديث والمعاصر. ولذلك علينا أن نصبر قليلا على المشهد السياسي التونسي، وأن ندعم هذه التجربة بكثير أيضا من التروي ومن الفهم ومن الحيطة والحذر، بأن الديمقراطية ليست بالتأكيد مصلحة أيضا للإقليم ولا مصلحة للحلفاء في الغرب، لأنها قد تأتي بما لا يشتهيه هؤلاء. ولذلك أعتقد بأننا نشهد جزءا من الحراك السياسي الطبيعي الذي ينم عن حيوية المشهد السياسي. يعني أنت لست قلقا على المسار الديمقراطي التونسي عادل؟ وهي مخاوف تتصل بإمكانية تكرار نماذج، للأسف نماذج الردة التي حصلت في المنطقة، لا سيما في مصر، وربما ايضا اقتتال وحروب اهليه في دول اخرى. لكنني مره اخرى متفائل بمستقبل الانتقال الديمقراطي في تونس، واعتقد بان الذي يجري من تجاربات سياسيه هو جزء اساسي من هذا المشهد الديمقراطي الولي. طيب، يعني اشكرك على هذه المداخله. اتحول الى لندن مره اخرى لان الختام سيكون معي في الاستوديو. فتحي، يعني هناك ضغط اقتصادي على الطبقه والنخبه السياسيه الحاكمه، هناك مشاكل سياسيه متزايده يوما بعد اخر، هناك حالات انشقاق وانقسام وتشظي في الطبقات السياسيه والاحزاب السياسيه في تونس. برايك الى اين ترشح ان تذهب الامور في تونس جمله؟ جملة، ما دام الوضع الاقتصادي والاجتماعي متدهور، ما دام الطبقة الشغيلة يعني في حالة يرثى لها، ما دام البطالة مرتفعة، ما دام القدرة الشرائية ضعيفة، ما دام الاقتصاد منهار، ما دام ما فيش استثمار، لن تفعل السياسة أي فعل في تونس، وستبقى التجربة الديمقراطية مهددة في كل لحظة. والمفارقة أخي جهاد، أنت ذكرت مقال ديفيد هيرس، أنا أقول أن الأمين العام لحركة النهضة الآن هو في السعودية في مأدبة عشاء مع الملك سلمان، فبالتالي يعني الأعين مفتوحة على تونس بالداخل ومن الخارج. من الخارج فيها مؤامرات تتآمر على تونس، نعم، ولكن أيضا هل أنت فتحي أردت أن تمرر هذه المعلومة ببراءة أم لغاية في نفسك؟ لا لغاية في نفسي يعقوب، يعني أردت مررها حقيقة، يعني ليس فيها براءة، وإنما طيب. هذه حقيقة الآن، لأن السعودية يوقع على اتفاقيات اقتصادية بين تونس والسعودية. ولكن أقول أنه الوضع الاقتصادي، ونحن مقبلون على شتاء ساخن جدا، لا ندري ما الذي سيحدث في الأسابيع القادمة وفي الشهرين القادمين، لأن تونس دائما معروفة في هذه الفترة يكون الوضع فيها ساخن جدا، والاضطرابات الاجتماعية ربما ستتصاعد وستأخذ ربما منحى آخر، وهذا أمر خطير حقيقة. إذن الوضع الاقتصادي والاجتماعي هو المحرار، هو الميزان الذي إما سيدفع بالتجربة الديمقراطية للأمام وتتحسن وتنجح، وإما أنها ستتوارى إلى الخلف وتفشل. طيب، أشكرك فتح، شكرا جزيلا. يعني حقيقة المتابع لما يكتبه المراقبون المختصون، سواء المختصون بالشأن التونسي من داخل تونس أو حتى الخارجيون، يلحظ سمتا أو يلحظ يعني شيئا من التشاؤم حول مستقبل الاستقرار الذي هو هش في نهاية الأمر في تونس. نعم. استقرار تحفه المكاره السياسية والأمنية والاغتيالات والخلافات السياسية والانقسامات إلى آخره. برأيك هل يمكن القول إن تونس تشهد بداية النهاية لمرحلة الاستقرار السياسي الذي كان هشا طوال 8 سنين في البلاد؟
الجواب كان سيكون نعم لو كان هذا مع سنة 2013 مع الهزة الكبرى في المنطقة وما حصل في مصر، ولكن أتوقع أنه تونس تجاوزت بأقدار هذا الخطر. يعني نحن نتحدث عن محاولات للإرباك، محاولات للعرقلة ليس أكثر، لن تنتهي إلى إفشال هذا المسار في تقديري. يعني 8 سنوات من العمل الديمقراطي، 3 انتخابات حرة ونزيهة، هيئات دستورية موزعة في أكثر من مجال، في القضاء، في الإعلام، في لدينا مسار عدالة انتقالية في نهايته. يعني في تقديري هناك مشهد عموما فيه الكثير مما من المنغصات، ولكن في التصور العام أو في الخلاصة العامة يشق طريقه رغم كل هذه الصعوبات. فقط يعني تعقيبا على كلام الأستاذ فتحي، نعم السياسة هي التي منوط بعهدتها أن تصلح كل هذا الأخلال القائمة وليس العكس. يعني صحيح أن هناك مشهد اقتصادي واجتماعي قاتم وصعب، الحقيقة أن هناك حالة من عدم الثقة بين الفاعل الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، ولكن السياسة والسياسيين هم القادرين على إيجاد الخلطة المناسبة لهذه الصعوبات. وأظن أنه لدينا من الإمكانيات في تونس. طيب ولا أنت متفائل؟ تونس. نعم أنت متفائل. أنا متفائل. يعني عندما تشهد هذا الخلاف السياسي بهذه الحدة، يعني عندما يتهم أكبر فصيل قيادات في أكبر فصيل سياسي مثل حركة النهضة وهيئة الدفاع وصاحب قناة إعلامية مشهورة، عندما يعني يتهمون حركة النهضة وهي فريق سياسي كبير في تونس بالارتباط بالإرهاب، يعني هذه التهمة تعادل نصب المشنقة. يعني هل هكذا تكون الممارسة الديمقراطية؟ يعني على ماذا تبني تفاؤلك؟ يعني الناس تريد أن تسقط بعض الآن في تونس يشتغلون ببعضهم على حساب الارتقاء بالبلد، يعني على ماذا تبني تفاؤلك هذا؟ المتابع للمشهد التونسي يعلم أنه هذه التهم يعني انطلقت منذ سنة 2011 بعد الثورة مباشرة. يعني بالمناسبة ليست المرة الأولى التي تتهم فيها حركة النهضة شخصيات كبيرة. نعم لا بما فيها من الشخصيات كبيرة، يعني فقط يعني ممكن وتيرتها زادت صحيحة، ممكن لهجتها أو استعمال الفاظ، ممكن يعني موضوع بعض الروايات التي تتعلق بجهاز سري إلى غيرها من ولكن عموما لا شك أنه هذا كما قلت في بداية كلامي هو مؤشر مقلق، ولكن هذا في تقديري سيعزز الفرز، كذلك الفرز الذي تحتاجه تونس كذلك لتأمين مسار الديمقراطي، وهو الفرز على أساس الديمقراطية، من مع الديمقراطية ومن ضدها. أظن أنه هذا سيساعد بشكل كبير جدا على التقدم في هذا الفرز، وسيساعد كذلك الحياة السياسية التونسية أن تتخفف من هؤلاء الذين لا يرغبون في المسار هذا أن يتقدم. وفي تقديري المشهد الأخير كان مهما جدا في البرلمان. البرلمان تغلب على هذه بين قوسين المؤامرة التي أرادت الإطاحة أو إيقاف أو عرقلة المسار الديمقراطي من خلال محاولة الإطاحة برئيس الحكومة يوسف الشاهد، وقلب الأوضاع في البلاد ممكن إلى مستويات متقدمة من القلق. ما حصل في البرلمان في الفترة الأخيرة وتشكل كيان سياسي من حركة النهضة وبعض التيارات السياسية الأخرى وتأمين ما تبقى من بين قوسين الزمن الانتخابي انتخابات 2019، هذا كان مؤشر إيجابي وإيجابي جدا انخرطت فيه جملة من الكتل البرلمانية. كذلك المصادقة على قانون الميزانية 2019 رغم كل المحاولات كذلك لعرقلته، رغم ما كل ما يقال كذلك على ممكن على مشروع هذا القانون. فأنا أقول أن هناك حالة سياسية فيها أقدار من النضج، هناك عمود للحياة السياسية في تونس اللي هو حركة النهضة أساسا ومعه الاتحاد العام التونسي للشغل، كذلك مكون اجتماعي وفاعل سياسي مهم جدا في الحياة السياسية، يصنع التوازن 5% من مجموع سكان تونس، يصنع التوازن. ولذلك نحن إذا أمام مشهد فيه الكثير من العراقيل، ولكنه يتطور باستمرار نحو تعميق الخيار الديمقراطي خاصة من خلال تركيز الجملة من الهيئة الدستورية. نقطة أخيرة، هناك كذلك مؤسسة قضائية متماسكة ومهمة أثبتت قدرتها على إدارة مثل هذه الوضعيات، أكدت استقلاليتها، وكذلك هناك أمن جمهوري حقيقي يحفظ البلاد ويحاول أنه يحقق مقولة الأمن الجمهوري ويؤمن تونس ويؤمن مسارها الديمقراطي من الانخراط. ولذلك المؤسسة الأمنية عبرت بشكل واضح أنها غير معنية بهذه الأزمة السياسية ولا يراد لها أن تقحم بالمرة في هذه الأزمة، ولذلك عندنا مجموعة من المؤشرات التي تؤكد أن تونس بخير وأنها رغم كل هذه الصعوبات ستمضي في مسار الديمقراطي. وهذا ما نرجوه لتونس وأهلها. شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، التي أشهر في نهايتها زياد بومخلة معي في الاستديو المحلل السياسي، وعبر سكايب من لندن فتحي المسعودي المحلل السياسي، وأيضا كان معنا عبر الهاتف من لندن أيضا عادل الحامدي الكاتب والإعلامي. شكرا لكم، في حراسة الله.